لك ما تعبت من هالحركات السخيفة تبعك؟ ليش هيك عم بتنزل مستواك؟ شو آخرتها معك؟ مو أنا اللي نزلت مستواي، هديك البنت هي اللي جبرتني ساوي هذا الشيء. أنا ما قربت على حدا. بدها تروح تشتغل وبدها تلبس مثل الرجال بكل جرأة، معاملة حساب لحدا ولا لصورة العيلة. أنا آسف، بس احتفظي برأيك لحالك. بورفا بتكون مرتي ومن واجبي دافع عن حقوقها لو شو ما كلفني هذا الشيء. إذا بيصير أي غلط نحن الاثنين منتفاهم ومنحله، وما في لزوم حدا يتدخل. بورفا تعي لهون شوي. بورفا رح تلبس هدول التياب ورح تروح على شغلها كمان وتلتزم بدوامها، وهي بتقرر شو بدها تساوي براتبها. ومو مسموح بنوب حدا يدخل حاله بخصوصياتها. ماشي ماشي، هلا مدام صرت عم تاخد قرارات بقترح انك تقرر امور بقيه افراد العيله كمان. راميش شو عم تحاول تعمل؟ رح اشرح لك كل شيء يا امي. انا التقيت مع بريتام هلا. اختي قومتي حابه تتزوجه، وهو شاب منيح إلها، وانا بدي اياهم يتزوجوا. وشو؟ وهو كان بده يتزوج اختي لولا قصه مرتك بورفا. وهو شو دخله ببورفا؟ أمه هي اللي دخلها، قالت إنه ما بدها ابنها يتزوج واحدة من عائلتنا أبداً، لأنه كنتنا كانت مخطوبة لشخص وهالشخص تركها وراح بعرسها. بس شلون عرفت بهالقصة؟ أنت بتضلي تدوري للست بورفا على أعذار، بس ما عندك فكرة الناس شو عم يحكوا عنا ولا عن كنتك بورفا. يعني هنن ما عاد بدهن؟ لا بدهن، بس هنن عندهن شرط. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.